يلا بينا جريد 3 وهنراجع مع بعض يونت 7 في منهج كونكت بلس. انا براجع من كتاب المعاصر، الكتاب الصغير الملحق الصغير اللي بيكون مع الكتاب الكبير. طيب اول حاجة هراجع عليها دي الكلمات المهمة الموجودة في يونت 7: شخص بالغ adult، مراهق teenager، شخص مسن elderly person، طفل صغير بيبدأ المشي toddler، ابن الاخ او ابن الاخت nephew، ابنة الأخ أو ابنة الأخت نيس، جوهرة جويل، يتكاثر ريبروديوس، عندي شقيق أو أخ بقول عليه سيبلينج، متطابق ايدنتيكال، غير متطابق نون ايدنتيكال، ثلاثة توائم تريبلتس، أربع توائم كوادروبلتس، توأم توينز اللي هما بيكونوا اتنين، يتكيف ادابت، مميزات characteristics، وهنا عندي ميزة أو سمة trait، يرث أو يورث inherit، صغار اللي هم الصغار بس لازم يكونوا صغار الحيوانات بقول عليهم litter، حديث الولادة newborn، نسل offspring كائن حي organism، صنف أو نوع species. أوكي survival معناها نجاة أو معناها بقاء. طيب انا عندي دلوقتي كده اسئله على جزء الفوكاب اللي احنا قريناه. نمبر 1 choose and write the word. هنا عندي جول وعندي toddler وعندي twins. اوكي في نمبر 1 بيقول لي a is learning to walk talk and play. مين هو اللي بيتعلم لسه يتكلم ويمشي ويلعب؟ which one، جول ولا toddler ولا twins؟ toddler. اوكي اكتبي toddler. اوكي نمبر 2 that is an old expensive purple. ها هكتب ايه هنا؟ جول. يس اكتبي جول. ها نمبر 2 هنا عندي choose the correct answer. نمبر 1 are 3 siblings. هما هنا عندي 3، مين هما؟ الكوادروبلتس ولا التوينز ولا التريبلتس؟ تريبلتس. يس تريبلتس. Okay, number 2, a or an might have grandchildren. El teenager ولا el elderly person ولا child? Elderly person. Yes, elderly person. The next page. خلاص راجعنا الكلمات. هنا حاجة بقى اراجع جزء الجرامر. Okay. بالنسبة لunit 7 انا عندي جرامر كتير. عندي ال present simple وعندي ال present continuous وعندي ال past simple وال present perfect وكمان عندي used to. بالنسبة لل present simple بيتكون من ايه؟ بيتكون من ال subject لو هو he و she و it. يعني مثلا لو عندي هنا مثلا he و she و it، دي هتاخد الverb plus s او es او i es. اوكي i es. طيب لو هو i او you او we او they بتاخد الverb زي ما هو في الانفينيتيف. هنا بيقولي he goes to school. I usually help my parents at the weekend. طيب بالنسبة للpresent continuous بيتكون من الverb to be، عائلة الverb to be عندي اللي هي am و is و are plus الverb، ولازم يكون عندي ال ing. Please quiet the children are sleeping. okay. طب بالنسبة للpast simple الماضي البسيط لو هو regular، يعني لو هو منتظم، ده هياخد الverb plus d او ed او ied. طيب لو هو irregular، اوكي يعني غير منتظم، شكله هيتغير خالص. يعني ايه هيتغير خالص؟ يعني مثلا سي هيبقى الباست بتاعها سو درينك درانك وهكذا. طيب البريزنت بيرفكت بيتكون من هاف او هاز بلس الباست بارتيسيبل، بيتكون من هاز او هاف بلس الباست بارتيسيبل بلس التصريف الثالث للفعل. look I have painted a picture of you. اخر حاجة عندي used to، دي بتعبر عن ايه؟ past habits يعني عادات كنت بعملها زمان ودلوقتي انا مش بعملها. هنا بيقولي I used to have long hair. انا كنت متعود ان انا شعري طويل او كنت متعود ان شعري يبقى طويل. but now دلوقتي it's short، بس دلوقتي انا شعري قصير.